يقوم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال. وش راكم؟ راكم هايلين اليوم. إذن اليوم مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. تعالي أروحي اقعدي مع عمو هنايا. قولي لنا اسمك. أنا مايا. مايا وين تسكني مايا؟ وين تسكني؟ في هاد الدار تسكني؟ أي خلاص ادخلي لداخل. يلا ادخلوا للدار. إذن يا أطفال مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. أنتم والأطفال اللي رام يشاهدوا في حصتنا ويقدروا كذلك كما أنتم اللي شاركتوا وكلم لكم بالهاتف. الأطفال اللي رام يشاهدوا فينا كذلك يقدروا يحضروا معنا في الحصة ويشاركوا للحضور بهذه الطريقة هذه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. إحنا في شهر جوان. شهر جوان شهر نحبه بزاف أنا. علاش؟ لأنه فيه عدة مناسبات تخص الطفل. تعرفوا شو هما المناسبات اللي في شهر جوان؟ شو اللي يقدر يقول لي؟ دقيقة أنا جاي عندك. أوقفي بنتي روحي. واسمك بنتي؟ رشا. رشا، وش هي المناسبة اللي تعرفيها في شهر جوان رشا؟ عيد الطفولة. وقتاش؟ 1 جوان. 1 جوان احتفلنا به غير كيما عيد الطفولة كذلك. وش عندنا؟ واسمك بنتي؟ كنزة. كنزة، وش هو العيد اللي تعرفيه؟ عيد الاستقلال في 5 جويلية. شفتي؟ نعم. وخمسة جوان وش كاين؟ اليوم العالمي لي البلاد. لا لا، البيئة. 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 معليش بنتي معليش. 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة. وتاني في جوان عندنا اليوم الإفريقي للطفولة. وعندنا كذلك مناسبة تجي في هذا الفترة هذه هي ضد العنف ضد المسنين، يعني الناس الكبار كما جدة كما جدي كما كاع الناس المسنين عندهم يوم عالمي نحتفلوا بهم توقفوا فيه باش ندوا ضد العنف ضد هاد الناس المسنين. يا أخي لازم نتكفلوا بهم الناس المسنين. تحبوهم؟ شكرا. قبل ما نروح الفقرة الموالية دائما في بداية الحصة نطرح عليكم لغز. هذا اللغز عليكم وعلى الأطفال اللي لم يشاهدوا فينا عبر الشاشة، بإمكانهم كذلك الإجابة عن اللغز عبر موقعنا الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي لحمه من داخل وعظمه من خارج؟ أعيد اللغز: ما هو الشيء الذي لحمه من داخل وعظمه من خارج؟ شاطرين على بالي شاطرين شاطرين. فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتم والأصدقاء اللي يشوفوا فينا. كذلك حبيت نتوقف ثاني. لاحظتوا بلي راه معنا أصدقاء هم لابسين قبعات حمراء وكامل. نحبيت نتكلم على الجمعية هذه. شكون يقدر يعرف لنا هذه الجمعية اللي راه معنا اليوم؟ شكون؟ يلا بنتي واسمك؟ نجوى. نجوى، وين تسكني نجوى؟ ميس الخشنة. ميس الخشنة، تكلمينا على الجمعية هذه. نشكر جمعية كافي اليتيم اللي كنت متلو فيهم اليوم. انتم جابوكم هما جمعية كافي اليتيم. يا اخي ايه هما يعاونوا فينا. الله يبارك. وحنا نشكروهم. الله يبارك. كل يوم خطرات وين يدونا رحالات. جابوكم عند عمو يزيد اليوم، عجبكم الحال. حتى. الله يبارك الله يبارك. وانا نشكرهم بزاف. الله يخليك. هادو جمعية كافي اليتيم لاي مدينة؟ مدينة خميس خشنة. مدينة خميس خشنة ولاية بومرداس. يا اخي الله يبارك. عجبكم الحال كي جابكم عند عمو يزيد؟ نعم. ايوا. وانت وين تسكن وليدي؟
15 سنة. واسمك؟ سيدالي. شحال في عمرك؟ 8 سنين. ثمان سنوات؟ نعم. الله يبارك. إذا راك لابس الجمعية الخيرية كافي اليتيم بلدية خميس الخشنة ولاية بومرداس. بومرداس. إذا نحيو كامل جمعيات كافي اليتيم عبر التراب الوطني، يقوموا بعمل جبار، مجهود جبار، لأنه الجزائري بطبيعته يحب يعمل الخير، وهذه الجمعيات هذو يسهلوا عليه الخير، لأنهم هذه الجمعيات منظمة. مليح أن الإنسان ينشط ويدير الخير في إطار منظم. إذا جمعيات كافي اليتيم برافو برافو، جمعيات كافي اليتيم لبلدية خميس الخشنة وكامل جمعيات كافي اليتيم عبر التراب الوطني، تحية خالصة. إذا أعطونا تحية. برافو برافو برافو. أنا اليوم كلفنا الباحث أيمن باش يدير لنا بحث عن المجاهد أحمد محساس. يلا تفضل أيمن. مساء الخير يا أطفال، اليوم جيت نحكي لكم على حياة أحمد محساس. أحمد محساس هو المعروف أيضا بعلي محساس، سياسي جزائري مناضل سابق من أجل استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي. شارك في تأسيس جبهة التحرير الوطني أفالان، شغل منصب وزير فلاحة وإصلاح الفلاحي ما بين 1963 و 1966، وكان من بين أعضاء مجلس الثور الذي أسس بعد سنة 1965. سنة 1940 انضم لحزب الشعب الجزائري في بلكور، كما كان من بين مسؤولين لفرع الجبهة التحرير في فرنسا. عمل بعد ذلك كان منسق سياسي عسكري في منطقة الشرق الجزائري، ثم عضو بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية. كان أيضا من بين أعضاء المجلس السياسي للجبهة وأمينا لها. بعد استقلال عين كوزير للفلاحة واصطلاح الفلاحي في عهد أحمد بن بلة، وبعد انضم إلى مجلس الثورة، ولكن سرعان ما اختلف مع النظام الجديد لينتقل إلى منفى الاختياري بفرنسا. سنة 1966 ظل هناك إلى غاية سنة 1981، تاريخ عودته للجزائر بعد عامين من وفاة هواري بومدين. توفي في 24 فبراير 2013 بمستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة. شكرا 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 أيمن. شكرا 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 شكرا. إذن يا أطفال، بما أننا نحتفل باليوم العالمي ضد العنف ضد المسنين، أنا اليوم جبت لكم أغنية. على بالكم باللي الجدة في كل جهة من القطر عندها يزقيو لها يعني باسم ما، كما في العاصمة واش يقولوا الجدة؟ كيفاش يقولوا لها؟ ماني. واش يقولوا الجدة؟ ماني. اوكي. واش يقولوا؟ ماني. واش يقولوا للجدة في الغرب الجزائري؟ في الغرب الجزائري واش يقولوا؟ وقفي بنتي. واش يقولوا لها؟ واش يقولوا؟ واش يقولوا في تلمسان مثلا للجده؟ في تلمسان تعرفوا؟ شكون اللي يعرف؟ اسنى تشوف نجي لعندك. تعال تعال. واسمك؟ انا عربي اسلام. اسلام، كيفاش يقولوا في تلمسان؟ ميمه. ميمه يقولوا، ميمه يقولوا حاجه اخرى ثاني. شكون اللي يعرفها؟ شكون اللي يعرفها؟ قولي بنتي. يما. لا ماشي يما. كيفاش يقولوا؟ لالا. ممكن لالا، ولكن واش نقولوا؟ نشوفوا العروسه هذه. يقولوا لها ما. كاين يقولوا ما، ولكن كيفاش يقولوا للجده في تلمسان؟ جده. قولي لي. نانا. كاين يقولوا نانا، ولكن الجده في تلمسان يقولوا لها حنا. يقولها حنا. وفي سيدي بلعباس كيفاش يقولوا لها؟ يقولوا لها دادا. يا اخي قولها دادا. اذا
هذه الأغنية هذه اللي راح نغنيها لكم اليوم مهدات لكل المسنين، ونقولوا باللي لازم نعتني بهاد الناس المسنين لأنهم عطاونا الحياة، عطاونا الحياة، إذن بدورنا احنا نستكلفوا بهم. وهذه الأغنية نقولوا دادا جات لعندنا. علاش الأغنية واسمها دادا؟ لأنه كاتب الكلمات من سيدي بالعباس منور الرفاس، نحييوه، درنا هذه الأغنية. شكرا شكرا. تتكلم عن حب الجدة. يلا دادا جات لعندنا. دادا دادا دادانا دادا جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا الله يخليها. دادا دادا دادانا فرحنا بيها كلنا، عسى تطول بيننا الله يخليها. جابت ألعاب وحلوى الآية أكرام وفدوى، جابت ألعاب وحلوى الآية أكرام وفدوى، بابتسامة يا محلى دخلت مغلاها الأغلى، بابتسامة يا محلى دخلت مغلاها الأغلى. الله يخليها الله يخليها. دادا جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا الله يخليها. دادا دادا دادانا فرحنا بيها كلنا، عسى تطول بيننا الله يخليها. صلي وتصلي وتدعينا الله يطول لمتنا، صلي تصلي وتدعينا الله يطول لمتنا، في الدراسين نجحنا في الحياة فرحنا، في الدراسين نجحنا في الحياة فرحنا. الله يخليها الله يخليها. جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا الله يخليها. دادا دادا دادانا فرحنا بيها كلنا، عسى تطول بيننا الله يخليها. كانت توصينا بابا وماما في عينينا، كانت توصينا بابا وماما في عينينا، طاعت بابا واجبة وماما ماما الحبيبة، طاعت بابا واجبة وماما ماما الحبيبة. الله يخليها الله يخليها. جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا الله يخليها. دادا دادا دادانا فرحنا بيها كلنا، عسى تطول بيننا الله يخليها. قبل النوم تحكي لنا أحلى حكاية سمعنا، قبل النوم تحكي لنا أحلى حكاية سمعنا، تحكي قصص وعبر حتى ثورة نوفمبر، تحكي قصص وعبر حتى ثورة نوفمبر. الله يخليها الله يخليها. دادا دادا دادانا دادا جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا الله يخليها. دادا دادا دادانا فرحنا بيها كلنا، عسى تطول بيننا الله يخليها. شكرا 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 يا أطفال. إذن دادا
جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا، فرحنا بها كلنا. عسى طول بيننا، احنا كي كنا صغار وكانت تجي الجدة للبيت كنا نحبوها كي تقعد، كي تروح الجدة كنا ما نحبوش. يا أخي تحبوا الجدة يا أطفال؟ الله يبارك يا أطفال. بعد هذه الأغنية الجميلة وش رأيكم، تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا كامل نروحوا مع عم مراد اللي جانا من مدينة الورود من بليدة، نرحبوا به كامل. إذن تحية 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 لعم مراد، تفضل. Thank you.
شكرا. برافو برافو برافو، تحية تحية. ونشكره بالذات عمو يزيد باسكو هو اللي عرفنا باش نقدموا لكم هذا العرض. مالات صفيقة حارة لعمو يزيد. شكرا 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 شكرا. عجبكم ألعاب خفة يا أطفال؟ واش رايكم دركا نروحوا؟ تحبوا الحكايات؟ يلا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية المحتال والمرأة العجوز. يلا معنا. برافو 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 يا أطفال. كما وعدتكم راح نحكي لكم اليوم حكاية المرأة العجوز والرجل المحتال. واحد النهار كانت واحد المرأة عجوزة مسكينة تسكن وحدها، وهذيك العجوزة كان عندها مشكل في عينها، كان عندها بروبلم ما تشوفش مليح. وراحت تسقسي تسقسي تسقسي، تلاقات مع واحد الإنسان، قالت له يا وليدي نحوس على الطبيب اللي يداويني وكامل. قال لها الحاجة أنا نداويك أنا نداويك، وهو مشعوذ دجال محتال. هو هي أمنته على بالك العجائز بالمرات مساكن ما يعرفوش. أمنته قال لها أنا نداويك. قالت له كيفاش؟ قال لها وين تسكني؟ لازم نجي للدار ندير لك ثلاثة ولا أربع مرات ندير لك واحد الدواء في عينك ونغلق لك بالبونسما هكذا عينك ومن بعد تولي تشوفي. وهو كان محتال ملا هكذا كان راح عندها الدار. واش يدير؟ هو كان دار اتفاق مع أصحابه، كان دار اتفاق مع أصحابه، قال لهم أنا غير ندخل عندها الدار نغلق لها عينيها تدخلوا تسرقوها. كان محتال. دوك كي دخل عندها الدار دار لها شويه دواء وما كاين يدير لها والو، كيدير لها غير شويه تاع الماء وغلق لها عينيها. بعد هي كانت تسمع في الحس، قالت له يا ولدي واش هو هذا الحس؟ قال لها لا لا والو والو، الجيران الجيران هادو هما صحابو كانوا يدخلوا يسرقوا لها في الدار. النهار الاول سرقوا لها كاع واش كان معلق في الحيوط. ومن بعد خلى لها قال لها ما تنحيش البونسمون هذاك، خلاتو. ومن بعد نهار الزواج عاود رجع باش ينحي لها البونسمون زعما. بعد قعد هكذا يمسلها في عينيها، ومن بعد سمحت الحس هكذا قعد تسمع. قالت له واش هو هذا؟ هما صحابو كانوا يسرقوا فيها، جاو سرقوا لها كاع المابل هذاك وكامل كاع الدواء. بعد قال لها شوفي من على خمس دقائق تقدري تنحي البونسمون. هو هرب هرب هكذا نحات البونسمون هكذا، هي ما كانتش تشوف مليح دونك ما داوها ما والو. صابت روحها تشوف كيما المره الاولى تشوف غير هكذا، مي شافت بلي الحيوط ديالها فارغين المابل كاع ما كانش ايتو. خرجت تجري عندها واحد جارها كان يعمل في الشرطه، راح تجري قالت له ساعدني ساعدني. قال لها ما تقلقيش ما تقلقيش الحاجه واش كاين؟ قالت له فوالا جا واحد الانسان درت فيه الثقه باش يداويني على عينيا وكذا. ومن بعد قال لها وصفيه لي كيفاش داير. راحوا لمركز الشرطه كي وصفت لهم بس يعرفوه، لانه عبرك الناس هادو المحتالين هادو معروفين لدى الشرطه يعرفوهم. اذا كي وصفاتو عرفوه راحوا للدار جابوه، قالوا له روح لهنايا جابوه. كي داروا معاه التحقيق جبد كامل صحابو السراقين هادو كامل وعرفوهم بلي هما وداوهم كاع للسجن. عمو يزيد الحكمه اللي ندوها من هذه الحكايه تقول المارق يقع في شر اعماله. بالضبط 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 بالضبط. برافو 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 برافو. اذا بوبي جبنا حكمه مليحه انه الانسان الشرير يوقع دائما في شر اعماله. ان شاء الله يا اطفال تاخذوا العبره من هذا المثل. يلا. شكرا شكرا شكرا. عجبتكم الحكايه يا اطفال؟ إذن لازم دائما العبرة يا أخي. أنا حبيت نطرح لكم سؤال، مادامنا في شهر رمضان المعظم، شكون اللي يعاون في الكوزينة؟ شكون اللي فيكم يعاون في الكوزينة؟ أنا. تتعاوني؟ واش ديري كي تعاوني بنتي؟ نعاون تغسلي الماء البرك ولا طيبي؟ تعاوني ماما في الثياب؟ واش ديري؟ نغسل الماعن. غسلي الماعن زيد. قولي لنا بنتي. نعاون ماما في الثياب. واش ديري كي تعاونيها؟ واش طيبي؟ البراك واش؟ طيب الشربة. اوه برافو طيب الشربة، نحتاجوك رانا جيعانين كامل يا اخي، نحتاجوك بنتي. زيد قل لي واسمك؟ كمال. جمال؟ كمال. كمال وين تسكن كمال؟ السمعة. خيار الناس في السمعة. كي تعاون ماما ولا بابا واش دير؟
تنقي الخضرة؟ واش دير؟ تقطع الخضرة؟ واش دير؟ بوراك؟ لا انت تاكل وبرك جاب لي ربي يا اخي. نعاون بابا. فاش تعاونوا بالماكلة؟ لا نعاونوا في كلش. في كلش؟ برافو، شاطر شاطر شاطر. وانتي بنتي؟ انا نعاون ماما في الطياب، نمد لها هكا حاجة كي تسحقها، ونحط معها الطباسة في رمضان ونسقي معها. برافو برافو برافو. شكون تاني اللي يعاون في رمضان؟ شكون اللي يعاون؟ وقفي بنتي، واسمك؟ دعاء. دعاء، الله يبارك. وين تسكني دعاء؟ خميس الخشنة. خميس الخشنة. جيتي مع جمعية كف اليتيم؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. واش تعاوني في رمضان؟ واش ديري؟ نعاوني ماما في البوراك. في البوراك؟ خيرتي حاجة بنينة. وانت وقف قول لي، تعال واسمك؟ سهيب. سهيب، وين تسكن سهيب؟ في المعلمة. في المعلمة، خير الناس. كي تعاون في رمضان واش دير انت؟ تعاون فيك شي حاجه ولا تاكل برك؟ قول. ناكل. تاكل برك؟ ايه على بالي بتاكل برك. برافو برافو. اروحي بنتي، تعالي تعالي اروحي. قولي لي واسمك؟ اسمي ميليسا. ميليسا، كي تعاوني ماما واش ديري؟ نعاونها في العشاء. في العشاء واش ديري؟ تعاونيها تاكلي ولا طيبي ولا واش ديري؟ نطيب. طيبي، واش ديري كي طيبي؟ البوراك؟ ايه. تحبي البوراك؟ ايه. هيا برافو برافو بنتي، برافو 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 برافو. على بالكم ما شطحت عليكم هذا السؤال، لانه ما دمنا في شهر رمضان المعظم، انا قلت الاكرام واحلام يديروا لنا طبق كي يعاونوا ماماهم في رمضان. واش يديروا؟ عامة البنات ولا الدراري كي يعاونوا يحبوا يديروا الديسير بزاف يا اخي، يحبوا يديروا التحلية، يحبوا يديروا. إذن يلا نشوفوا واش وجدوا لنا أكرام. إكرام وأحلام. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. مساء الخير. اليوم جيت باش بمناسبة شهر رمضان المعظم، درت لهم اليوم تحلية اللي هي تيراميسو. تيراميسو، تيراميسو هذه الأصل تاعها من أي بلد؟ من إيطاليا. من إيطاليا، أوكي. يلا يلا نبداو. المكونات تاعهم نسحقوا دو بو دياغورت كريم ديسير وشوكولا. داكور. شوية قهوة. شوية قهوة يعني شحال؟ آه. نشوف أنا نص كاس هكذا كولا. داكور. نص كاس. كاس. كاس صغير. ها؟ إيه كاس صغير. داكور. وشوكولا تاع تارتيناج. داكور، شوكولا تارتيني. كاس حليب رامي يكون بارد. كاس حليب رامي بارد. وكاس كريم شانتيي. كاس كريم شانتيي، وين راهي كريم شانتيي؟ ها هيك. أوكي، داكور. ونسحقوا دو بوا دو بيسكوي. داكور. دي بسكوي. لي جمل تحتها هادو. بسكوي ساك. تري بيان، بسكوي ساك. نوروا لهم باش يعرفوه. فوالا، حاولي. يلا. ولا غوم تاع القهوة. لا غوم تاع القهوة، إيه. داكور. ولي بيبان دو شوكولا. لي بيبيت دو شوكولا. يلا. نبداو باش نديروا الحليب قبل. الحليب الأولاني، يلا. أيوا. فوالا، كاس حليب رامي، نغلقوه. فوالا. وكاس ثاني تاع كريم شانتيي. داكور. يلا. داكور. نديرو هكذاك، اوكي. ونخلطوهم بالباتر. بالباتر، اوكي. عرفتي غير الكلمة. يلا. نحكو بالباتر حتى وين تطلع. حتى وين تطلع؟ ببري شحال؟ خمس دقايق. حتى خمس دقايق. ثلاث دقايق حتى خمس دقايق. داكور. حتى تطلع دير لاموس شغل هكذا. داكور. وانت يا احلام تاكلي برك ولا تعاوني؟ تعاوني. انا على بالي تاكلي برك. نحكي
إكرام تعاوني يماك في رمضان دائما؟ إيه كل يوم. دائما نا؟ برافو برافو يا بنت الحلال. فوالا. وأنت يا أحلام قولي لي واش ديري في رمضان كي تعاونيهم واش ديري؟ نغسل معاً. إيه؟ نعم ماما في الطباسة. نعم نعم. وفي الثياب واش تعاونيها؟ تعرفي ديري البوراك؟ ما تعطيلكش هذوك الديول هكذا تطويهم وكامل لا 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 ما نديرهمش لا لا ما عاد برك يا مالا اوكي ومن بعد كي تطلع هكذا واش نديرو؟ كي تطلع نزيدو لها الناغم تاع الشوكولا تاع القهوة حبيتي تقولي؟ ايه لاغم تاع القهوة وديبوا دياو داكور داكور خندي صغر شوكولا يلا صبحون ديركم ماليش نشيني نشيني ماليش ماليش فصاري عندنا أول كيف كيف ماليش ماليش هاي طلع تبعتي تبعتي ماليش وكي تطلع هكذا واش نديرو أحلام حكمي البطل هذاك ديرو زوج مغارف زوج مغارف تاع أروم تاع قهوة داكو زوج مغارف تاع قهوة لاغوم تاع القهوة ونزيدو دو بوا دو ياغورت يلا كريم ديسير كريم ديسير شوكولا شوكولا داكو واحدة زوج اوكي داكور انا تاني نعاون يلا هادوما دو بوا شوكولا كريم دو بوا ياغورت كريم ديسير وشوكولا داكور داكور يلا اهلا لا هذيك وحدها هذه وحدها هنا كاين دو داكور داكور داك وهذه واش هذه فلاك واش نفس الشيء سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز داكور 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 هنا نسحقوا دو بوا دو ياغورت وهنا نسحقوا هذه سي اون بواط وحده داكور 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 زوج كريم ديسير هنا وحده كريم ديسير اوكي نزيدو نخلطوا نخلطوا هكذاك واحد 3 4 5 مينوت حتى تطلع ثاني لا بلا ما تطلع هنا باش تتحرك برك باش تحرك برك اوكي داكور هاكا اي احلى ما حكمي الباتور هذاك باينه انت غير تاكلي ما تعاوني ما والو جاب لي ربي الكاب القهوه اوكي هذه القهوه داكور لا نديرو لي بسكوي لي بسكوي نديروهم في القهوه قسمه يتشمخوا شويه ونحطوهم في داكور داكور نشمخوهم هكذا اوكي داكور ويجو من تحت ويجو من تحت نفهم من هكذا داكور شحال نديرو من وحده هكذا في الكاس هكذا قسمه تعمر شويه واحد 3 حبات 4 هكا داكور دوك نشمخوهم من بعد نكرازيوهم هكذا داكور يتكرازوهم من تحت داكور دوك يجو ديكوش واحدة هكا ومعد واحدة من لاكخام شونتي داكور ومعد اون اوتر بيها ما نزيدو واحدة منها ومعد لا ديغنيغ كوش نديرو واحدة كخام ديسير داكور ونخلطو معاهم شوية شوكولا اتاغتيني اتاغتيني ويا زيدك كي قلتلك قلتي نتايا حبسي مود لازم يجي شوية عاقدة لا شوي بمشي. كيفاش نحطها؟ معلش. لازم هي بمغرفة باش تحط. معلش. هاي جارية جارية بزاف. هاي جارية بزاف. لازم تطلع. معلش معلش. كيفاش نحطها؟ انت ما تحطيها بالمغرفة. اوكي. تحطيها معلش. ما تبانش. ما تطلعش. حطي. لازم تبان كيفاش تتحط. ها؟ وكاين من تحت على واقي الاسمر. داكور دوك نحطو هكذا السائل تاعنا هذا ومن بعد واش نديرو فوقو نزيدو نديرو فوقو اون اوتر كوش بالبيسكوي كوش واحد اخرى تاع البيسكوي داكور يلا انتبهوا انتبهوا باش العشيه كامل تروحوا تطيبوا كامل يا اخي واش ديروا اليوم ديروا تيراميسو تاع
تحبوا التحلية؟ ولا تحبوا كلام ديسير برك؟ تحبوا كلش؟ هاي دوك هكذا كيزيدوا لا دوزيام كوش؟ نزيدوا منا اوكي نزيدوا من الخلطة هذيك داكور درك كي درنا هكا واش نديرو نديرو هادية ها لا كريم ديسير شوكولا هادي ها كريم ديسير شوكولا نزيدو معاها ال شوكولا تارتيني تارتيني من الفوق هكذا اوكي من غير فم عمره مليح اوكي لازم تحرك مليح اه داكور كي تحرك مليح نزيدو نديرو اون اوتر كوش من الفوق داكور ونديروهم بلي بيبان دو شوكولا للتزيين بوغ لا ديكوراسيون نديرو لي بيبان دو شوكولا داكور اسمها هادي درنا كاس حليب رامي قيس وحده لا لا هذيك قيس يجوك دي 10 10 10 تاع لي تاع لي بورسيون داكور 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 تقعد بزاف داكور دوك هكذا كي تخلط نديروها لهيك نحطوها من الفوق اوكي هي بدات تتسقف كيما داكور تتحط من الفوق داكور جي نكوش هكذا من الفوق تاع الشوكولا تاع الشوكولا داكور هكا كيما راهي ونزيدو فوقها لي بيبان دو شوكولا داكور ولا ديكوراسيون ولا ديكوراسيون انا كنت ديجا جبت لهم وحده اه جبتي وحده واجده باسكو هذه مغنجقه شويه فوالا هذه شابه فوالا هذه طيبتها اكرام وجبتها فوالا دونك تخرج هكذا تخرج هكذا اه فوالا دونك يبانوا لي بيسكوي من تحت يبان كلش داكور خلاص هذو نديهم انا نفطر بهم برافو 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 اكرام برافو احلام عجبكم التيراميسو يا اطفال اذا هذه بطريقه اطفال كيما نتوما صغار اللي يعاونوا يماهم يحاولوا هكذا يديروا بالمره تكون مغنشقه بالمره تكون مليحه بالمرات من مليح انك تعاون والديك ولا في خاصه في رمضان تجي حلوه هكذا يا اخي يا اطفال واش رايكم دركا انا حبيت نسمعكم شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي روحي بنتي تعالي اقعدي واسمك بنتي كنزة وين تسكني في السمعة في السمعة خيار الناس ولاية ولاية البليدة البليدة الله يبارك تحياتنا لمدينة الورود احكي لنا النكتة تاعك كان واحد النهار واحد البوليسي كان يحوس على ثلاثة سراقين الاول طلع فوق الفوطو دوزيام هبط تحت الطنوبيل تروازيام هبط تحت الحمار حاشاك من بعد الاول قال له انا الكتريسيان دوزيام قال له انا ميكانيسيان تروازيام قال له انا هذا وين زدت برافو برافو شكون عنده نكته تعالي اروحي بنتي اروحي اقعدي بنتي واسمك ميليسا ميليسا وين تسكني ميليسا في السمعة تاني في السمعة اختك هذه اللي جات دوكا لا لا ما تعرفيهاش زهر برك هاي خيار الناس تحياتنا لكاع سكان السمعة احكي لي النكته تاعك
كان واحد الخطا، كان واحد الخطا واحد الطفل قالت لي ما شري 5 علب زيتون وراح يشيلها، وراح يشيلها طاحت له حبه برا، مره حسبهم في الدار، مره دخلت صباح قال هذه تونتي زيتونتي كبرتي وتزوجتي. برافو، روحي بنتي تعالي تعالي. تعالي تفضلي بنتي، واسمك؟ تيمة. وين تسكني؟ خميس الخشنة. خميس الخشنة، الله يبارك، حكي لنا النكتة تاعك. واحد الخطرة واحد الإمام عنده وليدو، دايما يشريلو بليغات تتبحلو. واحد الخطرة طلع الجامع الفوق مكبر الصوت، قال أوقف الصلاة وابحثوا عن الكلاكات رقمها 44. برافو 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 برافو، أروحي بنتي تعالي تعالي. تعالي اقعدي، واسمك بنتي؟ دعاء. دعاء، احكي لنا دعاء. كان واحد النهار واحد المراه واحد طفل قال ما يمه، قالها يمه يضحكوا لي، قالت له نهار الاول يضحكوا ونهار الثاني يضحكوا ونهار الثالث يخلص، قالها من نهار الثالث نروح. ما راحش نقرا درك. برافو برافو يا اطفال، الحقنا درك للركن الجواب عن اللغز. قلنا ما هو الشيء الذي لحمه من داخل وعظمه من خارج؟ قعدوا في بلايسكم انا نجي لعندكم. عندك الجواب؟ وش هو؟ عرفيش؟ قل لي. سلحفات. سلحفات، قولي لي. سلحفات. سلحفات. عصفور. عصفور. سلحفات. سلحفات، قولي لي. سلحفات. سلحفات، وانت؟ سلحفات. 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 برافو برافو. سلحفات. برافو، شاطرين شاطرين شاطرين. سلحفات. 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 فيل. وش هو الفيل؟ عصفور. العصفور، قل لي. الديك. الديك، لا 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 لا. حروف. لا لا، هو السلحفات. شكون هو اللي قال لي السلحفات؟ تعال تعال اروح تعال. اذا الجواب هو السلحفات، اعطيني الهديه تاعو، اعطيني الهديه تاعو. فوالا، الهدية تاعك تتمثل في سيدي ألبوم مدرستي لعمو يزيد، وكذلك عندك قبعة حصريا مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة. برافو وليدي، تفضل تفضل. شكرا 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 شكرا. ودركا كالمعتاد عندنا عيد ميلاد، عيد ميلاد مهدي 4 سنوات، تفضل مهدي. عيد ميلادك أحلى عيد، رب يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب 100 سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب 100 سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل
هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل إذن أربعة ثلاثة زوج واحد طفيتها برافو 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 أم زروب أم زروب برافو برافو إذن مهدي هذه الشهادات المشاركة نتاعك في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وكامل أنتم اللي راكم هنا عند الخروج تاعكم راح تسيبوا كاع الشهادات تاعكم ينتظروا فيكم إذن شكرا تفضل مهدي شكرا قلنا حاجة مهدي صح صح شكرا شكرا إذن أنا ما بقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة وابقوا على خير لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد